خرافات الشيعة شوية؟ لو هنعد للخرافات، الخرافات كتير جدا، إن كانت خرافات مرئية وخرافات مسموعة وخرافات مقروءة. عندهم الفيل يطير، يعني عندهم محمد البكر لما حب يروح من مكان لمكان قال لك إن هو ركب فيل وطار. اللطم والتطبير، وده قصة تانية خالص. لما أنا عايز أشوف بقى، هل هم فعلا شيعة يتبعون آل البيت، ولا هم شيعة مراجع؟ مراجع أنا أقصد بها المعممين. تمام. ما هم لو هم شيعة آل البيت زي ما بيقولوا، يبقى هم هيطيعوا آل البيت. فهات مثال بسيط، سيدنا الحسين رضي الله عنه قبل كربلاء، وفي كربلاء قبل أن يقتل، سيدنا الحسين كان بيقول لأخته والناس اللي معاه: إذا أنا مت، لو أنا مت وقتلت، لا تضربي علي وجه، لا تضربي وجه، ولا تشقي جيب، ولا تخمشي وجه، ولا تدعي بالويل والثبور. يعني بيقول لهم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الكريم لو أصابتنا مصيبة نعمل إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء لا، اللطم والتطبير. طب انتوا عندكم طب احنا معانا صورة ممكن نعرضها دلوقتي؟ نعم، زي ما شايفة حضرتك الصورة، يعني المشهد ده يصدر إلى العالم بالمناسبة. أكيد طبعا، المشهد ده يصدر إلى أوروبا، يصدر إلى أمريكا، ويقولوا ده الإسلام. هل شوهونا سمعت الإسلام؟ أنت شايف إن ده صورة تدعو بها للإسلام؟ لو جه حد عايز يدخل إلى دين الله عز وجل وشايف المشهد ده، ده مشهد دموي. الأدهى من كده، ده في أطفال زي ما شايفة حضرتك، في طفل واقف ورا، يعني الطفل ده شايف أبوه بالشكل ده وبالمنظر ده، أو شايف راجل بيحصل فيه كده، وهو ده مستقبله لما يكبر ممكن يعمل كده. أكيد بحجة إن إحنا بنحزن على الحسين، وبإن إحنا بن ب ب ب بنندم على مقتل سيدنا الحسين. طب وربنا سبحانه وتعالى ما أمركش بكده، أمرك بالصبر. تمام؟ أكيد. ف يعني مشاهد تصدر إلى العالم بصورة خاطئة عن الإسلام، ليس هذا هو الإسلام. تربية خاطئة للنشأ اللي طالع، فيه أعمال منافية لما قالوا آل البيت أصلا. يعني أنت بتدعي التشيع لآل البيت، طيب أنت آل البيت نفسهم عندك في كتبك يقولون ما تعملش، يعني بيقول لك ما تعملش كده. حتى اللطم نفسه، بدون ما تضرب نفسك بسكين أو بالدم، حتى اللطم نفسه ما تلطموش. تمام؟ تمام. أنت بس تصبر وخلاص،